معانا على التليفون نجم اهلاوي في المونديال الكابتن عادل عبد الرحمن، نجم مصر والنادي الاهلي والمدير الفني الحالي لفريق الشباب بالنادي الاهلي. يا كابتن عادل. اهلا يا كابتن عمر، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بصحه وسلامه، منور يا كابتن اهلاوي في المونديال. الله يخليك، يعني ده حاجه جميله ان قناتنا قناه النادي الاهلي تفتكر ولادها اللي شاركوا في المونديال، وهم على طول فاكرين كل ولاد النادي الاهلي الحمد لله. يعني اكيد يا كابتن عادل حضرتك واحد من نجوم مصر ومن النادي الاهلي، ولعبت كاس العالم 90، شاركت في لقاءين، لقاء يعني اللقاءين الاقوى، لقاء هولندا ولقاء انجلترا. لكن بقى عايز اعرف حضرتك تحكي لي كده عن الاجواء واول مشاركه ليك امام هولندا ومباراة انجلترا، طبعا اكيد المباراة اللي كانت سبب في خروج منتخب مصر. عايز اعرف بقى من حضرتك الكواليس والاجواء اللي كنت بتمر بيها في المونديال ايطاليا 1990. والله بص يا كابتن عمر، هقول لك انه البداية كانت في كاس العالم، كانت بداية جيدة لينا احنا قوي كمنتخب مصر. يمكن في حاجة لازم الناس تبقى عارفاها تماما، انه الفرق ما بين المنتخب الحالي والمنتخب بتاعنا كان سنه 90 كان فرق كبير قوي في الميديا. احنا ما شفناش اللعيبه اللي كنا بنلعبها، كان اول مره نشوفها لايف في الملعب، واول مره نقابلهم كانوا في الملعب. لكن دلوقتي تقدر لعيبه المنتخب يلعبوا اللعيبه الكبار بتوع الانديه وبتوع المنتخبات العالميه، انت فاهمني؟ فدي كانت عارف، لو كان عندنا ثقه شويه كنت اتخيل ان احنا كنا عملنا حاجه مع هولندا، لان كنا الافضل والاحسن في مباراه هولندا، حتى مباراه انجلترا. يمكن لازم الناس تعرف ان احنا عملنا كاس عالم كويس جدا. انت كنت في مجموعه قويه للغايه، انت كنت مع هولندا بطل 88 كاس امم اوروبيه، والتصنيف الاول عالميا كان في الوقت ده كان ايرلندا، واللعيبه يا كابتن عادل اللي موجوده فان باستن وخالد ورايكارد، ويعني اللعيبه على اعلى مستوى، يعني ما فيش اقوى من كده لعيبه في الوقت ده كانت موجوده غير في هولندا. وانجلترا كانت انجلترا ما حدث ولا حرج، طبعا فرقه كبيره في كره القدم. ورغم هذا انت كنت في المباراه الثانيه، وصلنا هنلعب المباراه الثالثه في المجموعه، وصلنا ان احنا نبقى كله بنتين كله كنا ساعتها بنتين، مش نقاط، لكن خدنا كل منتخب مصر كان نقطتين، وكان حتى كان عندنا هدف، هولندا كان نقطتين وعندها هدف، كابتن نقطتين وعندها هدف، والمباراه الاخيره كانت الفايز. لو كنا اخر ربع ساعه يعني اتحفظنا شويه وما دخلش فينا الهدف، كنا ممكن نصعد دور ال 16 وكانت سهله قوي. ولكن عايز اقول لك انه اداء لعيبه المنتخب كان في المنتخب بتاعنا كان عباره عن مجموعه خبرات كويسه قوي، زائد مقاتلين كويسين قوي، زائد شباب لسه طالع، فكانت توليفه جيده. كابتن محمود الجوهري ادى مثل كبير قوي، يعني اللي انا شفته في كاس العالم معانا مع كوبر خلاني اترحم على الكابتن جوهري قوي، يعني دي حقيقه. طب يا كابتن عادل، انا عايز اسال حضرتك سؤال محدد، ايه الفرق ما بين جيل 90 وجيل 2018؟ جيل 90 كان لعيبه كويسه وكان معانا مدرب عظيم. جيل 2018 لعيبه كويسه لكن معاهم مدرب هزيل. دي حقيقه يعني هيكتور كوبر يا كابتن عادل لا يتناسب مع طموحات ولا امكانيات لاعبي منتخب مصر. هيكتور كوبر لا يتناسب انك تاخده مساعد معاك في جهاز. انا مش بهزر، ده راجل اتغلب 13 فاينل، والناس يقول لك انا ما كنتش بنتقده كتير قوي قبل كاس العالم علشان طبعا رايح يلعب كاس العالم، ولكن في الوقت الحالي انا بتكلم فنيا، الراجل ده مش فاهم حاجه تماما، يعني بجد، يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا مشفق على البلد، واحد زي كوبر راح بينا كاس العالم، بيقول لك هو ودانا كاس العالم بعد 28 سنه، برضه ما كنتش عايز اتكلم، تعال شوف مجموعه مصر في كاس العالم كانت كنا لاقي قوي ومحسوسين جدا. والاداء بتاع مستر كوبر مع اوغندا مع اي فرقه بيلعبها زي مع غانا اللاعب البرازيلي. بص يا كابتن عمر اقول لك حاجه مهمه قوي، اتفضل. كوبر لو لاعب فرقه مثلا من الدرجه الثانيه هيلعبها 4-2-3-1، لو لعب البرازيل هيلعبها 4-2-3-1. هو مش فاهم يعني ايه طريقه لعب، هيقول لك ده مرن انديه كتير، يا جماعه المدربين الاجانب بره ده سيستم، هو ممكن يمشي كويس عشان معاه مجموعه جيده قوي من القصد في العمل ممكن يشيلوه، لكن هو اصلا طول عمره مش فاهم حاجه، لا لدرجه انه خسر 13 فاينل
واحد يخسر 13 فاينل، يعني اتعلم من الاولاني، اتعلم من الثاني، اتعلم من الثاني. يخسر 13 فاينل، اصل مباراه الفاينل مباراه مدرب، فهو اول ما تيجي مباراه مدرب مش مباراه سيستم. البطولات مباراه سيستم، يعني المباراه الاولانيه سيستم وفرقه ونادي وكبير وحاجات من دي، لكن انت بتتكلم في الفاينل بقى اللي هو اللي هو فيه مدرب بيفاز. لا، مستر كوبر احبطنا، عندنا لعيبه جيدين جدا، عندنا مجموعه هايله من اللعيبه، عندنا لعيبه ممكن تأدي كويس، لكن هو عدم الانضباط كمان من الاداري وصلنا للحاله دي. ففي فرق كبير قوي ما بين جيل 90 وجيل 2018. الفرق اللي هو الاكيد ولازم نعترف بيه ان ده كان محمود الجوهر رحمه الله عليه وده كوبر. الفرق الثاني ان كان في لعيبه كبار كانوا بيتحملوا المسؤوليه. يعني انا عايز انا مشفق على محمد صلاح جدا والله بجد، يعني احنا انا عايز اعتزل له، عايز اعتزل لمحمد صلاح واعتزل لبعض اللاعبين الرجاله اللي لعبوا مباريات كويسه، لكن ما كانش فيه روح، مش دي روح تلعب في المونديال. انا عايز اقول لك والناس تراجع الموضوع ده، الكره اللي مجدي طلبه ضيعها في المباراه بتاعت هولندا، لو شفت مدى الروح بتاعت اللعيبه بتاعتنا، واول ما ويمكن الكابتن ربيع ياسين ممكن ربنا اتكلم معاه وشوف هيقول لك الكلام اللي انا بقوله لك ده. احنا كنا بعد ما ضيعنا الفرصه دي عندنا امل اللي احنا لازم نكون وعايزين نتحرك. وهولندا وكان فيها لعيبه عصام، مش اوروجواي ولا روسيا. روسيا هي اتغلبت 3-0 من اوروجواي لانها فرقه ضعيفه جدا، لكن عايزه قوه، عايزه جدعان، عايزه قلب. الموضوع مختلف كتير ما بين جيل 90 وما بين جيل 2018. جيل 2018 خد خبرات كويسه قوي، لعب في انديه، يمتلكوا جيل كويس، يمتلكوا اربع لعيبه من على اعلى مستوى، ولكن ويكفينا ان احنا نمتلك محمد صلاح افضل من افضل لعيب العالم في الوقت الحالي. ده ميسي لوحده بيكسب فرقه، ولكن محمد صلاح تصادم مع مدرب ما ساعدوش، مدرب ما قدرش يساعد اللعيبه. كل اي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا المدرب ما عرفش يعمل لمحمد صلاح طريقه يريحه. اي مدرب هيلعب محمد صلاح لازم احط له واحد سبورت وراه. عملت ايه يا كبر عشان تضرب من الناحيه الثانيه عشان تخف الضغط على محمد صلاح؟ حاجات كتير قوي. يعني عشان كده بقول لك جيل 90، لا جيل 90 مختلف وكان محسوس بمحمود الجوهري. الله يرحمه. الله يرحمه كابتن عادل، اكيد يعني نجم اهلاوي في المونديال الكابتن عادل عبد الرحمن. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، ودايما يا كابتن عادل موفق ان شاء الله في يعني المهمه الجديده في تولي فريق الشباب بالنادي الاهلي، وان شاء الله تقدر تطلع مواهب تمثل النادي الاهلي في الدوري وبطولات افريقيا ان شاء الله.